في المطعم. هذا الدرس هام جدا، لأن المسافر ربما يحتاج في التعامل، يحتاج إلى الطعام، خصوصا السياح أو المسافرين أو المهاجرين الجدد إلى إسبانيا مثلا. فهذا الدرس يهمه، هو درس أساسي من الأساسيات، يعتبر الدرس الأول في الكلمات. كي كيرين تومار، كي كيرين تومار، ما هو طلبكم؟ هذا يسأله النادل للزبائن. أون كافي سولو، أون كافي سولو، بمعنى قهوة فقط. أون كافي كوليتشي، أون كافي كوليتشي، أون كافي كوليتشي، بمعنى قهوة بالحليب. أون بوتيا دي أجوا، أون بوتيا دي أجوا، أون بوتيا دي أجوا، بمعنى زجاجة مياه. Una taza de jugo, una taza de jugo, بمعنى كوب عصير. Un bocadillo, un bocadillo, بمعنى ساندويتش. Un bocadillo de queso, un bocadillo de queso, ساندويتش جبن. ملحوظة عامة، عندما نريد أن نطلب ساندويتش معين، un bocadillo de jamón. Un bocadillo de jamón. Un bocadillo هو ساندويتش، ودي أداة ربط ما بين المضاف والمضاف إليه في اللغة الإسبانية بشكل عام، وإن شاء الله سوف نأخذها في الدروس القادمة. فUn bocadillo de jamón، ساندويتش لحم مقدد. Un bocadillo de pollo، يعني ساندويتش دجاج. Los números ordinales, الأرقام العادية. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. بعد دراستنا لهذه الأرقام نتمكن من قراءة رقم مثلا الهاتف قراءة صحيحة، وكذلك فهم أي رقم هاتف. مثلا نستطيع الجواب على هذا السؤال: كواليستو نومرو دي تليفونو، ما هو رقم تليفونك أو ما هو رقم هاتفك؟ مثلا 0 1 5 5 10 1 10. واضح طبعا أهمية هذه الأرقام، طبعا هذه من الأساسيات التي يجب أن يتعلمها الطالب في المرحلة الأولى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.